نرجع تاني مع بعض، ويعني بينورنا النهارده كابتن ماهر همام نجم مصر والنادي الاهلي، طبعا النجم الكبير جدا جدا، كابتن اشرف قاسم نجم مصر ونادي الزمالك، اتنين كانوا بقى يعني دفاع خط، يعني خط دفاع منتخب مصر، بس كابتن ماهر الجيل الاكبر شويه من كابتن اشرف، وكابتن ماهر يعني بينورنا النهارده طبعا كريم. كابتن اشرف طبعا القناه بتاعته يعني كابتن اشرف قاسم، لكن النهارده كابتن ماهر بينورنا ربنا واحد سعيد جدا بوجودك يا كابتن ماهر، والله ربنا يخليك يا رب. وانا سعيد النهارده ان موجود معاك، وطبعا مع اشرف لان حبيبي يا اشرف طبعا ما شفتوش من فتره. حضرتك كابتن تشرف والف سلام عليه، الله يسلمك. الحمد لله مبسوط جدا اني شفتك. الله يخليك. وبعدين انت كنتوا ماسكين منتخب مصر مع بعض من 2002 ل 2004 مع كابتن محسن صالح، صح؟ وجبنا له صداع. لمين؟ لمحسن صالح. ليه؟ جنناه شويه. لا كابتن محسن كمان طبعا طبعا محسن جميل طبعا طبعا منورين والله يعني. والنهارده كان ماتشات كمان سخنه في الدوري، الاهلي كسب المحله 2، الزمالك كسب الجيش 4، بيراميدز ماشي برده كويس كسب المقاولين 2-0، فاركو والداخليه 1-1. نبدا بالاهلي يا كابتن اشرف، مش كابتن ماهر بقى النهارده طبعا مشرفنا كابتن. نبدا بالاهلي بقى، اتفرجت على الماتش الاهلي النهارده كابتن ماهر؟ اتفرجت عليه. ماتش كبير النهارده للاهلي. ماتش كويس، ماتش المحله. يمكن كان الجماهير زعلانه شويه من اداء النادي الاهلي في المباراتين اللي هم بعد التوقف. ايوه. وطبعا الدفعه الاولانيه اللي اخذها مستر كولر والجهاز الفني واللاعبين في بدايه المشوار الافريقي، مكسب بطل تونس مباراتين ثم 3 مباريات في الدوري العام، 9 نقاط. هنا توقف بقى الدوري كريم اثر بشكل كبير جدا في عوده النادي الاهلي بعد كده. يعني مباراته مع المقاولين في كاس مصر 1-1، ثم ضربات الجزاء ترجيح، ثم بعد كده مباراة طلع الجيش 2-1، النادي الاهلي كان متأخر بهدف ثم عوض بهدفين. بعد كده طبعا المباراة الأخيرة اللي هي النهارده المحلة، تحس إن الكيرف بدأ يطلع ماتش محلة النهارده، الكيرف طلع تاني في النادي الاهلي متعورين، يعني محمد منعم في المناخير ولسه راجع بالظبط، ركبته متولي اللي اعتمد عليه الراجل من بداية الخلفية. في مشاكل ففي مشاكل ياسر، كان في إجهاد، فعدم ثبات المكان ده مشكله كريم، بيعمل مشكله. يعني لما تعودوا الاثنين يبداوا مثلا عبد المنعم ومتولي بداوا في ما في تفاهم بينهم بعض، مهم جدا يعني. تعرف حسان واشرف الموضوع ده تحسه بشكل كبير. زمان كان دايما واحنا بنلعب كان ممكن كل المراكز تتغير في الملعب الا خط الدفاع. يقول لك ده خط الدفاع وحرس المرمى دول اهم مراكز موجوده في الملعب، ومهم جدا ان هو في استقرار في فني، يعني في انسجام الخط ده الخطين، يعني اذا كان حارس المرمى او المدافعين. المدافعين مش قصدي قلوب الدفاع، لا خط الدفاع بالكامل. فكان دايما تلاقي التغييرات في المدافعين بتبقى قليله جدا، الا في احتياجات بقى ايه، اصابه، ايقاف، حاجه زي كده. لكن دلوقتي انت زي ما كابتن ماهر بيقول دلوقتي، ياسر مثلا كان مجهد، بس مش عارف مجهد ليه، لان احنا لسه في اول خمس مباريات، كان مجهد فتره من الفترات. محمد عبد المنعم كان عنده اصابه، ايمن اشرف يعني متولي، برضو الحاجات دي كلها بتفرق. لكن برضو في ايجابيات كويسه النهارده في المباراه. الاثنين طرفين الملعب النهارده ادوا بشكل كويس جدا، علي معلول واكرم توفيق، الزياده بتاعتهم بيادوها بشكل كويس، التمرير بتاعهم بشكل كويس. علي معلول عمل الكروس باص الهدف الاول بيرستاو رائع جدا، يعني انا اقول نسبه احراز الهدف ده تروح لعلي معلول 70% و30% لبرساو، لان الكره معموله ان هي هتروح تيجي جول. سبيرس اتحرك يعني كويس وعملها بالفيرست تايم او اللمسه الواحده كويس جدا. بتيجي هنا في اوقات كتير جدا وما بيجيش جول. يعني الكره بتاعت فوافي دي ما بص جايه فين، وما عقباله بقى ايه ده، الحارس المرمى بيقول له خد هات جول وما جابهاش. لكن هو الكره معموله، الكروس باص معمول كويس قوي، عمله بشكل كويس. اداؤه في المباراه النهارده كان بيأدي بشكل كويس. اكرم توفيق مستواه اعتقد بنسبه مثلا مش هقول 100% لا ثابت. مفيش يعني هقول 75-80% ثابت على مدار ال 90 دقيقه، ودي حاجه كويسه ايجابيه بشكل كبير جدا. لكن هو اكرم محتاج حد قدامه لازم يساعده، لان مش هيقدر الموسم كله ما يقدرش يكمل كده. يعني لازم يبقى محمد هاني وساعات كريم فؤاد. لا لا قدام قدام في الربط قدامه في الجبهه اللي قدامه النهارده محطوط كريم فؤاد. لازم يبقى في تعاون. لازم يبقى في تعاون عشان اكرم ما يقدرش ياخد المشاوير بتاعته. طيب مين احسن لاعب؟ هو طبعا تم اختيار اليو ديانج، بس انا عايز اعرف راي كابتن اشرف، شايف مين احسن لاعب في الماتش ده؟ انا شايف ان اكرم ادى بشكل كويس. يعني ده وجهه نظري. كابتن ماهر انا شايف الاثنين ماشيين بخطوات، يعني اكرم
على اساس ان كان غايب بقاله فتره وبدا يرجع بقوه. عودته قويه جدا. عايز اتكلم في النقطه بتاعت اشرف في الحته القدامانيه دي، الربط اللي بينه وبين كريم. مهم برضك الثبات في الجزء القدماني يا كريم طبعا، لان احنا برضك عندنا يعني راجل بيغير كتير، لان هو راجل قال انا محتاج اشوف الناس كلها عشان المرحله الانتقاليه الشتويه اشوف المكان اللي انا محتاجه. وكمان الفتره الجايه في ماتشات كتير في ايام قريبه من بعض، فهو قال لك هعمل روتيشن، هعمل تدوير للعيبه يعني. فانا شايف ان الحته القدامانيه لسه برضك ما بقاش فيها ثبات يعني. مثلا هنقول في حراس المرمى في ثبات، خط الظهر هيبقى فيه ثبات، نص الملعب فيه ثبات، لكن الحته القدامانيه فيها تدوير بشكل كبير عشان كده مش قادر يستقر. مش قادر يستقر على حد، عنده عدد كبير كمان في الحته اللي قدام وكلهم غير موفقين. سبحان الله احمد عبد القادر شغال كويس. لا انا بتكلم على برونو سابي، طاهر اتعور فبعد شويه. لا انا بتكلم على المهاجمين يعني. اذا كان شادي او ده النهارده لعب من غير مهاجم صريح، لعب بيرسي تاو او حسام او لعب محمد شريف، محمد شريف، الثلاثه شادي حسين، ثلاثه غير موفقين. غير موفقين. انت عارف الكرات اللي بتيجي يا كريم اللي في جوه ال 18 او في الست يارد المهاجم اللي هي بتبقى الكرة ماشيه معاه بتيجي من اي حته. ايوه هو في عدم توفيق اذا كان لشريف او لشادي مثلا او حسام حسن بعيد. انا عندي معلومه ان حسام حسن بشكل كبير في يناير هيطلع اعاره. هو اقول لك بشكل كبير، هو الانديه الكبيره اللي زي دي اذا كان اهلي او زمالك، لو اللاعب مش هيبقى يكون ليه تواجد في الفرقه في فتره من الفرق يطلع بره احسن، يطلع يلعب وبعدين يجهز تاني ويرجع تاني. لكن صح. انا ما خلوش جنبي اول حاجه، انا مش هستفيد منه وهيعمل لي مشكله في قعدته على بالظبط. طيب عايزين تقول حاجه تاني في الاهلي والمحله؟ لا هنتكلم، بس احنا هنتكلم لما نروح على الزمالك. ما هنروح على الزمالك دلوقتي. تمام، نروح على الزمالك. قبل ما نروح على الزمالك، موضوع الروتيشن اللي بيتعمل دلوقتي في بدايه المباريات او بدايه الموسم لازم يكون في حدود، لازم علشان يبقى في استقرار في تشكيل الفرقه، والاستقرار الفني بيبقى داخل الفرقه ده مهم جدا. تمام. يعني الروتيشن لما يتعمل على خمس ست لعيبه كل مباراه ده مش صح كتير. طبعا هي يفقد الفريق الانسجام بتاعه. طبعا مفيش كلام، هي اثنين او ثلاث لعيبه بالكتير، ومش في وفي مراكز معينه. أي. يعني لما انا بقول لك في خط الدفاع لازم فيه استقرار فني، حتى لو في بعض المشاكل احل المشاكل لكن يبقى فيه استقرار علشان يقدروا يبقى فيه تفاهم بينهم ببعض. نص الملعب يعني الخطين دول بالذات مهم جدا ان يبقى فيه انسجام بينهم ببعض على مدار المباريات. امال انت لما بتعمل فتره الاعداد بتلعب عدد مباريات كتير، بتقول عاوز العب عدد مباريات كتير ليه؟ عشان تخلق ايه؟ تخلق انسجام بس، هو كده اللعيبه تحفظ بعض. ما تجيش بقى تخلق انسجام في فتره الاعداد وبعدين تيجي في المباريات الرسميه تعمل الروتيشن وتغير طب ايه بقى؟ سو الروتيشن ساعات عشان الاجهاد، عشان في ماتشات قريبه من بعض، في اصابات. يا كابتن ما ينفعش نقول اجهاد اول خمس اسابيع، ما ينفعش. ما فيش الموسم. لا في ناس بتقول في اجهاد. لا اجهاد دلوقتي لا، اجهاد على ايه؟ ما حدش لعبوا ماتشات. امال الناس اللي بتلعب في كاس العالم وبتلعب كل ثلاث ايام ماتش ومجهود بدني عالي جدا وبيلعبوا بقى دلوقتي ما بقتش 90 دقيقة صح، بتوصل ل 110. وسبب الأداء كمان أشرف اللي حصل فيه تذبذب إن هو دور كتير قوي في بعض الأماكن، يعني حوالي كل مباراة اللي فاتت 4-5 بالظبط كده. فده برضه فرق طبعا، ما بقاش فيه فرق مع التجانس بين اللعيبة وبينهم بعض. طيب ننتقل بقى لمباراة الزمالك وطلاع الجيش، والنهارده أداء رائع للزمالك كابتن أشرف، يعني أحسن ماتش للزمالك في الخمس ماتشات اللي اتلعبوا في الدوري. بص بداية فرقة الزمالك من بداية مش عشان النتيجة، لا 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 بعيدا عن النتيجة، بس الأداء حلو. أداء الزمالك كان فيه يعني شبه جماعية أكتر من المباريات اللي فاتت، بس برضه نفس القصة بتاعة التشكيل وبداية التشكيل والمراكز بتاعة لكن خلاص هو يعني هو الراجل مقتنع بكده، فاحنا هنمشي على اللي هو بيفكر فيه. لكن في بعض الأمور بتحصل في المباراة برضه نقول لا ارجع تاني للصح، يعني زيزو لازم يكون برضه من ناحيه، يعني زيزو في الهدف الثاني هو ناحيه اليمين قطع، هو لازم يبقى فيه اعتماد كامل على اللاعب ده في اوقات كتير جدا ممكن تحتاجه من اول المباراه، زي سيد عبد الله. سيد عبد الله انت بتعتمد عليه ناحيه اليمين بشكل كبير دلوقتي. يعني هو بيلعب تحت ناحيه اليمين وبيزيد لفوق، بيشتغل بشكل كويس. هو يوسف افضل مكان ليه كمان ناحيه الشمال. تحت فيروز ناحيه الشمال. ليه ما تبتديش سريع جدا ما شاء الله، يعني ما شاء الله بالكوره ومن غير كوره ما شاء الله. انت ليه ما بتبتديش بيه من البدايه وتلعب بمصطفى شلبي كمهاجم؟ مع ان مصطفى شلبي هو بيلعب ناحيه الشمال، هو اساسا ناحيه الشمال، لكن ممكن يلعب مهاجم في الوقت اللي انت ما عندكش مهاجم. يعني انت بتطالب ان يوسف اسامه لما ياخد فتره لعب اكبر ده انا عاوزه يبدا اساسي. يبدا اساسي طبعا، يبتدي ليه لا؟ ليه لا؟ مع اشرف بصراحه يعني مطلوب الفترة ديت، لأن أنت شفته من السنة اللي فاتت واضح قوي إن هو بيصنع الفرق لما بينزل أي وقت.
فالنهارده ايه المانع ان ياخد من البدايه زي ما اشرف قال، ومصطفى الشلبي لعيب كوره يعني يقدر يلعب في حته الاسترايكه دي بشكل كبير، وزيزو ناحيه اليمين، فانت برضك محتاج جبهات. يعني الاهلي والزمالك عنده سيستم وعنده تكتيك بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، نظام المجاميع. يعني انا كنت بشوف الراجل يبقى مثلا الجبهه الشمال باك ليفت مع هاف ليفت مع جناح، ايوه ثلاثه دول بيبقوا موجودين في الجبهه بيقدروا يعملوا لك اختراقات بشكل كبير. بالظبط. فالنهارده انت عنده مميزات السرعه وعنده مميزات المهاره وعنده مميزات التصويب، وبعدين بيلعب بدماغه يعني بيفكر، فايه المانع انه ياخد فرصه من البدايه، لان برضك هو الولد عايز يثبت وجوده بشكل كبير. هو اثبت، هو اثبت وجوده النهارده، يعني انت حطيته في اكتر من اختبار ونجح. ما شاء الله النهارده بياكد، صح بياكد انه نجح. طيب في الاختبار. تختاروا مين احسن لعيب في الماتش النهارده؟ لا هو امام ممكن. امام طبعا امام افضل، يعني هو سجل وصنع، سجل جونين وعمل جون وصنع، فدي برضو حتى كمان تحركاته في الملعب ومساعده زمايله في الملعب دفاعيا وهجوميا، لا اعتقد انه كابتن مرهم امام عشان خد فتره يعني من بدايه المباراه واضح قوي اداؤه ثابت ومميز ومؤثر، مميز ومؤثر بشكل كبير كمان. وبعدين اضافه بقى للمنتخب كمان طبعا، من في الدقيقه 87 فده بياكد كمان حتى كريم عنده من البدلاء لعيبه اسلام بيقدر يغير شكل واداء الفريق. فخر الدين لما نزل سجل الهدف، يعني عنده من اللعيبه محمود عبد العاطي، محمد صادق، كريم حافظ، يعني عنده لعيبه كمان على الدكه مميزين جدا، مميزين يقدروا سكواد قوي، قايمه قويه. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض كابتن اشرف وكابتن ماهر، وعايز اخد توقعاتكم بقى الماتشات بكره. اتفضل. وعايز اخد توقعاتكم لدور الثمانيه في كاس العالم. ماشي. تحاسب بقى في احنا توقعاتنا اللي فاتت كانت ايه؟ في حاجات صح وفي حاجات غلط. انت طبعا بتاعت المجموعات. يعني احنا انا مش فاكر. لا انا فاكر. طيب. وانا حتى توقعت حاجات غلط، يعني ما حدش كان يتخيل ان اليابان تكسب تعدي المانيا. لا خالص. صح؟ لا. كوريا الجنوبيه تعدي الاورجواي. لا خالص. ففي حاجات احنا قلناها بنسبه 80% صح؟ وبنسبه 20 او 25% غير متوقع هو اللي حصل. اليابان ودي احنا متوقع. طب كلنا توقعنا المانيا واسبانيا. انت كنت متوقع المغرب تكسب اسبانيا؟ كنت متوقع قبليها بيوم حتى قلت واتوقع المغرب تكسب كمان البرتغال رغم صعوبه المهمه. لا هو لو انت اتكلمت فنيا البرتغال اقل من اسبانيا. لكن ما هي المباراه دي 120 دقيقه لا يا كابتن المغرب ما تقولش الكلمه دي والنبي لو سمحت. ماشي. كلمة إجهاد اللي احنا ريكفري دي الكلمة الإجهاد اللي احنا بنقولها دي ما ينفعش تتقال على بطولة زي دي. كأس عالم وبطولة و120 دقيقة وإسبانيا يا كابتن احنا جد عندنا. طب نتكلم في كأس العالم بعد الفاصل؟ ماشي. نطلع فاصل ونرجع نشوف توقعات كابتن أشرف قاسم وكابتن ماهر همام لماتشات بكرة في الدوري ختام الجولة السادسة وتوقعاتهم لدور الثمانية في بطولة كأس العالم، ماتشاتها هتتلعب يوم الجمعة والسبت إن شاء الله بعد الفاصل. طيب نرجع تاني مع كابتن اشرف، بس كنت اروح كده لكابتن ماهر ورجعت تاني لكابتن اشرف. كابتن ماهر وكابتن اشرف عايز توقعاتكم بكره بقى الماتشات الجوله السادسه. بكره في ماتشات قويه جدا، امبي وحرس الحدود يا كابتن ماهر. في ملعب بترو سبورت. امبي ماشي بخطوات كويسه مع كشري بصراحه يعني. فانا شايف ان امبي هيبقى حظوظه بكره افضل من حرس الحدود يعني. ممكن يكسب 3 نقاط. امبي. امبي. كابتن اشرف. لا الماتش ده ممكن يكون تعادل. تعادل. امبي وحرس الحدود. طيب سموحه كابتن اشرف واسوان في اسكندريه. سموحه. اسوان كسبان الماتش الاخراني مع فاركو. وسموحه كسبان الاسماعيلي في اسماعيليه، بس انتوا تتوقعوا سموحه. طيب كابتن اشرف قال تعادل امبي والحرس، وكابتن ماهر قال فوز امبي، وكابتن اشرف وكابتن ماهر توقعوا فوز سموحه على اسوان. فيوتشر والاتحاد السكندري. الماتش ده هيفرق مع فيوتشر، لو كسب هيبقى مركز تاني. ايوه. هيفرق معاه كتير جدا، فهو محتاج ان يكسب المباراه. ماشي. مين اللي يكسب بقى؟ برضه ممكن يكون تعادل يا فيوتشر يكسب. لا قول لي حاجه واحده. فيوتشر. كابتن ماهر. الاثنين ماشيين بخطوات كويسه يعني. الاتحاد غلب الماتش الاخراني من المحله في ملعبه. بالظبط. وفيوتشر كسب الداخليه. فانا شايف يعني حظوظ فيوتشر ممكن تكون افضل فيوتشر. من الاتحاد. طيب لقاء الجارحين بقى، سيراميكا والاسماعيلي في استاد القاهره في ملعب سيراميكا. يعني الاسماعيلي بصراحه كريم، يعني احنا بقالنا سنتين ثلاثه مش فاكين على الاسماعيلي بشكل كبير جدا. ما اعرفش ايه الحكايه يعني،
فانا شايف ان حظوظ الاسماعيلي يعني صعبه قوي، حتى مع التجديدات اللي حصلت ووجود مدرب جريد وبعض الصفقات، لكن مش هو ده بدك الاسماعيلي في مشاكل صبع. كمان في يعني اللعيبه كان في مشادات في تدريب الاسماعيلي اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وفي ترقب لنتيجه المباراه القادمه، ان لو حصل حاجه للاسماعيلي واتغلب جريده ممكن يمشي. اكيد مليون في المية بشكل كبير يعني، مليون في المية. وفي اصابات، احمد مدبولي مش هيلعب، مين تاني كان في، حمدي النقاز مش هي، يعني في 3 4 لعيبه في الاسماعيلي برضه هيغيبوا للاصابه يعني، مشكله. لكن انا شايف ممكن الماتش يروح للدرون يعني، تعادل. تعادل. كابتن اشرف قاسم، الاسماعيلي هيكسب، الاسماعيلي يكسب سيراميكا رغم كل الاحداث دي، هنشوف طاقه. ده انت بتقولها بثقه. يعني انا عندي احساس بكده يعني، ان الاسماعيلي، بص هو لو بصيت على جدول الترتيب يعني حاجه، يعني نقطه، عارف انت عارف، لو الاسماعيلي كسب المباراه دي هينط 3 مراكز، 4 مراكز كمان، فهتفرق معاه كتير جدا. كابتن اشرف قاسم بيقول الاسماعيلي هيكسب، كابتن ماهر همام يتوقع تعادل سيراميكا مع الاسماعيلي. طب نروح لكاس العالم. قبل بس ما اروح لكاس العالم، اتفرجت على ماتش المصري والبنك الاهلي امبارح؟ لا ما شفتوش. الماتش خلص تعادل سلبي 0-0. ما انا الماتشات اللي هي 0-0 دي من اسوء نتيجه ممكن. كان ماتش حلو والله. مصري كان افضل في الشوط الاول، البنك الاهلي افضل في الشوط الثاني. الخبرات بتفرق يا كريم زي ما انت بتقول، وانت بتهاجم ازاي بتحاول تنظم الحته اللي ورا دي عشان ما يحصلش كونتر اتاك. لا وكابتن حلمي في الحته دي، لكن يعني بيبقى في وعي من المدير الفني بشكل كبير. طيب عشان الوقت بيجري، معلش عايز اخد توقعاتكم سريعا في دور الثمانيه في كاس العالم. اتفضل. كابتن ماهر همام، البرازيل وكرواتي. ما انا شايف البرازيل. البرازيل. كابتن اشرف قاسم، لا اتمنى البرازيل طبعا. لا تتمنى غير التوقع. لا احنا كلنا بنحب، انا بحب البرازيل. كلنا كنا بنتوقع. توقع ايه؟ البرازيل. البرازيل ماشي، انا معاكم. ماتش فرنسا وانجلترا، معركه حربيه. فرنسا. فرنسا. انت عايز انجلترا؟ انا عايز انجلترا. فرنسا. ماشي. المغرب والبرتغال. كابتن ماهر، انا بتمنى المغرب طبعا ان شاء الله باذن الله. المغرب ان شاء الله. كابتن اشرف، المغرب، لان المغرب طبعا بتمثل العرب دلوقتي طبعًا. خلاص دلوقتي طبعًا. يعني فكل الناس بتتمنى طبعا المغرب، لكن المباراه صعبه جدا. صعب. على المغرب والبرتغال، يعني المباراه بالنسبه للفرقتين صعبه جدا. صعب. جدا يعني. طيب الارجنتين وهولندا، ده الارجنتين كمان ده رايحه مع فرقه من احسن الفرق اللي موجوده في الدور 16 اداء يعني، لكن انا بقول الارجنتين. ارجنتين. كابتن ماهر، انا شايف هولندا. هولندا. بتأدي اداء جيد بصراحه وماشيه كويس. انا شايف انجلترا، وانجلترا امام فرنسا، وهولندا امام الارجنتين. بس انا بحب هولندا برضه، بحب هولندا وانجلترا والبرازيل، الثلاث فرق بتوعي مكملين. يعني احنا عاملين ماشي علشان انت بتحب الحاجه. انا بقول توقع، انا قلت سالت حضرتك انت حر تقول اللي انت عايزه، انا بقول لك انا بعد انت ما خلصت توقعاتك. لا انت بقى حضرتك خلصت، انا بقول لك اتمنى. انتوا الرهان اللي انتوا عاملينه انتوا احمد درويش، عايزين تمشوا الناس كل واحد على هواه. بيخسر وما بيدفعش. لا لا لا، احمد درويش حركات والله. بعد لما في لما دام اتفقنا قدام الناس كلها. طيب اشكركم شكرا جزيلا، استمتعت معاكم والله، تحليل رائع، كلام بسيط كده وجميل، الناس يعني تفهموا بسهوله. مشاهدينا اشكرك كابتن ماهر، وسعيد جدا حضرتك نورتنا، وان شاء الله تبقى معانا مستمر الفتره الجايه والله يا كابتن ماهر. باذن الله ان شاء الله. بنحبك جدا حبيبي يا كريم، نجم كبير واسم كبير حبيبي يا كريم، الله يخليك. كابتن اشرف، كابتن كريم، استمتع معاك دايما حبيبي. الزمالك النهارده عالمي النهارده، مدرسه الفن، الواحد مبسوط. انت جاي شايفك منشرح. بشكرك كابتن ماهر، بشكرك كابتن اشرف، بشكر كل طاقم العمل في كوره كل يوم، وبشكر كل المشاهدين، ونتقابل على خير يوم السبت القادم ان شاء الله.